ما هو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي هو فيلمين تلفزيونيين ومسلسل. الفيلمين التلفزيونيين الحمد لله شاركوا في المسابقة الرسمية لمهرجان كنس، واللي هو مهرجان خاص بالأفلام التلفزيونية. الحمد لله كان لنا الحظ على أننا في الفيلم آخر رومانسيين اللي هو من إخراج ريد إبراهيمي، فزنا بثلاث جوائز: جائزة أحسن سيناريو للأستاذ حمدوشي، وجائزة أحسن إخراج للمخرج خالد إبراهيمي، والجائزة الكبرى ديال المهرجان. الفيلم الثاني هو زمان العاقر اللي هو مازال ما خرجش، واللي هو من إخراج محمد إسماعيل، حتى هو الحمد لله حاز على جائزة تحكيم في نفس المهرجان اللي هو مهرجان ويلز. عاود الجديد ديالي هو مسلسل أحلام ناسي اللي هو من إخراج حميد زياني وعلي الطهيري. ويلا ساليت مسلسل مدبلج اللي سميته المال وحب المال، وعندي فيه شخصية ريحانة. مازال يلا بقي كيتبت في القناة الثانية. ما هي ارتسامات ديالك حول المهرجان بيتي بوان دورة البحر الأبيض المتوسط؟ هذه أول مرة كنجي للمهرجان تطوان المتوسط للفيلم. هي فرصة طيبة. كنت غادي نجي داك العام، ساعة ما كتبش، كان عندي ارتباطات، وهذا العام الحمد لله كنت محظوظين. المهرجان جد مهم، وتبارك الله راه عنده الخزان ديالو سنوات باش هو كاين. اولا هو مهم بالنسبه لمدينه تطوان، اللي هي مدينه عندها الوقع ديالها في الشمال. مهم جدا من ناحيه التنظيم، من ناحيه المكرمين في هذه الدوره، من ناحيه اختيار الافلام. يعني انا شفت افلام جد متميزه. اخر فيلم هو اللي شفت اليوم طريق حليمة، اللي هو فيلم الطفية بزاف وفيلم كرواتي. فالمهرجان كيبقى هذه هو يعني فرصة باش انه كنستافدوا من بزاف ديال الحوايج، كنستافدوا من لي ديبا اللي كيكونوا يوميا، كنطرقوا بزاف ديال المواضيع الندوات. كتكون فرصة على اننا كنسافروا بهذا المهرجان، كنسافروا لكل دولة، لان كما كتعرف السينما فهي تعكس مجتمع اي دولة. فالبارح سافرنا لايطاليا، واليوم سافرنا لكرواتيا. فرصة عاوتاني باش كنتلاقاو المهنيين في الميدان، مخرجين، ممثلين، نقاد، صحفيين كذلك. فكيفما قلت لك، وفي نفس الوقت شويه ديال السياحه، كنزوروا المدينه، كنشموا الهواء ديالها، كناكلوا الاكل ديالها. فالفرصه جد طيبه، وكنتمنى ان شاء الله يعني ما تكونش هذه اخر مره باش نجي لهاد المهرجان. شفت على مدينه تطوان، سمعنا عشتي فيها، عندك فيها الحلايات صح بيت؟ مش بهذ المعلومة، البحث ديالكم تبارك الله عليكم. تطوان عندي مع علاقة حميمية جدا. السبب هو أنني عشت الطفولة ديالي هنا في تطوان، في طريق ستة بالضبط. كان في عمري 3 سنين مني جيت، والأخت الصغيرة ديالي راه زادت هنا في تطوان. عشت هنا تقريبا 7 سنين، يعني خرجت من الأول عندي 10 سنوات. فكيت الاكل ديالهم، لعبت مع البنات ديال هنا، تعلمت العائله والعائله. نعم، محبه في مدينه تطوان. اكيد في اي حاجه كتكون عندها علاقه بالطفوله كتبقى عزيزه في قلب الواحد. مدينة عزيزة على قلبي، واللي كنشوفها كنتذكر الماضي ديالي، كنتذكر اجمل ايام الطفوله ديالي. انا كنحس نفسي تطوانيه شويه، مراكشيه، بيضاويه. شرف ليا، شرف ليا. شفناك اخر مره عمل خيري في مدينه الوداد. هذا كان الدور ديالك في ذاك العمل الانساني؟ شنو كان الدور ديالك فيه؟ خصك تعرفي استاذه انه ماشي اول مره كندير عمل خيري. يعني انا
ما غنقولش لك دوري او مهمتي او هذا، يعني الدور ديالي كانسان وكفنانه بالعكس انا كيجيني الشغف على انني نخدم ولاد بلادي وعلى انني نخدم خصوصا في اي حاجه انسانيه. ملي كنقولوا انساني ما كنصادروش المقابل، اللي كيهمنا هو الخدمه مهما كانت الظروف، هو المساعده، هو انك تقف جانب الضعفاء اللي يستاهلوا ولو بلمسة ولو بابتسامة ولو أن بوجود وجود أنك غير واقف. فكان لي الحظ على أنه جمعية سانتي فوكتوس اتصلوا بيا وبغاوني كسفيرة هنايا عندهم في المغرب. نسيت الدور ديالك كان كسفيرة؟ كان سفيرة، أنا سفيرة وكممثلة هنا في المغرب وكذلك مراد الزاوي. أنا اللي مني مشيت للمضيق ما بغيتش غير نمشي يعني كسفيرة، فبغيت ندير اللمسة ديالي مساعدة ولو بسيطة. فقررت على أنني نخوض تجربة لأول مرة وتجربة إخراج، ولو أني يعني مازال ما كنحش بنفسي مخرجة وفقط تصوير أو إخراج لكلمة كبيرة، مع الحكم مع العلم على أنني درت فورماسيون في دوكيمونتير فيكسيون مع الأستاذ محفوظ اللي هو مدير قناة الجزيرة تقريبا شحال من شهر هادي. فكانت فرصة وفي نفس الوقت اقترحها الجمعية ولادي اللي هي مشتركة في هذا العمل الخيري مع سانتي فوكتوس، وافقوا ورحبوا بالفكرة وقلت لهم يعني أنه هذه التظاهرة فضروري خصها تبقى كذكرى بالنسبة للجمعيتين بجوج، نصوروا فرحة ديال هذوك الناس اللي كيجيو لان كنخفوا الالم ديالهم. فكانت فرصه انني التقيت مع واحد الطفله بعد ما قلبت على شحال من عائله، لقيت واحد الطفله سميتها مريم عندها العمر ديالها عامين، كان عندها مشكل ديال الشق ديال الشفه الارنبيه. الحمد لله اللي تبعناها من البيت ديالها حتى المستشفى وحيي الناس ديال مستشفى محمد السادس اللي قاموا يعني كانوا محترفين والبشاشة ديالهم والصدر الصحي ديالهم والنظافة ديالهم. فأنا دي مستشفى فاجأتني ما معولاش يعني أن تكون بهذاك المستوى في مدينة صغيرة مضيق. أنا بالنسبة لي كنعتبرهم خطوة للعديد من المستشفيات. بطبيعة الحال كنحيي هذه المبادرة، جمعية سانتي فوكتوس لما جاوا بطاقم طبي من هولندا ما بخلوش بمعدات بالكفاءة ديالهم بتعليمهم للأطباء هنايا، فكاين تبادل الخبرات. أنا شفت طبيب ما شاء الله عليه، كان معنا واحد الطبيب دكتور زرهون في الأول أسيستا العملية ونهار الثاني عاون يعني خدم فتح مع الطبيب الهولندي، وثالث يوم هو فتح بنفسه. فاحنا عندنا يعني طاقم طبي لا يستهان به ما شاء الله عليهم. انا كنت مفتخره وعجبني الحال انه قدر يفتح براسه. اكيد بطبيعه الحال جمعيه ولادي اللي هما تيقوموا بعمل ضخم، قاموا بالتنظيم باللوجيستيك بالايواء وعاد الولايه ديال المضيق، يعني هو عمل متكامل يدخل فيه بزاف ديال الناس سواء قريبا او عن بعد. بزاف ديال الناس يعني واخا نذكرهم كلهم ضروري غادي نسى واحد او لا جوج. فكنشكرهم لان الحمد لله يعني بلدنا بلد الخير، بلد التسامح، بلد مد اليد المساعده. فانا ما درت والو وكنتمنى ربي يعني دائما يجعلني سبب لهالتظاهرات. شكرا. فأنا بدوري كنشكركم وكنتمنى لكم كنتمنى لكم استمرارية الموقع ديالكم بريستيتوان اللي ما كنتش كنعرف قبل، ولكن الحمد لله أول مرة كاينة الحمد لله. يعني كيف ما قلتي لي فهو الموقع الأول في تطوان، تقريبا 10,000 زائر كل يوم، هذه حاجة نفتخر بها.
كنشكركم بزاف استضافتكم ليا واكلتني على اني نكون خفيفه الظل على كل الناس اللي كيدخلوا هذا الموقع، وكنتمنى بطبيعه الحال استمرار ان شاء الله.